وقطاع يحتضر وقطاع يحتضر. هذا اليوم هو يوم تاريخي بالنسبة لأصحاب وكالات كراء السيارات اللي اتحدوا كاملين على كلمة واحدة ورصوا الصفوف باش يوقفوا وقفة احتجاجية لتحقيق بعض من المطالب الكبيرة اللي كيطالبوا بها لإصلاح ما يمكن إصلاحه في مجال قطاع كراء السيارات الذي يعرف صعوبات كثيرة جدا، منها ما هو قانوني وتنظيمي واقتصادي، وكما يعرف الرأي العام الوطني برمته أن الأزمة الاقتصادية اللي سبتها الجائحة والظروف الاقتصادية اللي كيمر منها المغرب سواء على المستوى السياحي أو للسياحة الخارجية والسياحة الداخلية، فالقطاع يعاني كثيرا. ليس هناك يعني هيكلة قانونية جادة تؤمن المسار الاستثماري الصحيح لهذه الوكالات لكي تبقى على قيد الحياة. فمجموعة من الإخوان اللي التحقوا من جميع المدن المغربية للوقوف احتجاجا على الوضعية السيئة اللي وصلتها الوكالات. الصعوبات الحالية هي صعوبات أولا اقتصادية جات من بعد الجائحة والظرفية ديال التوقف التام على يعني العمل الإيجابي اللي كان والمسار الجيد اللي كان قبل سنوات. زيد على ذلك أنه الارتباط مع المتدخلين الاقتصاديين في القطاع كشركات القروض والتأمينات يعني عديد المشاريب اللي أثرت بشكل سلبي على المسار العادي ديال الوكالات. أحبذ أن أخص أنه لم تكن هناك مساعدة مباشرة أو مسؤولية تضامنية من طرف السلطة الوصية على هذا القطاع هذا باش تحاول تعاون المستثمرين في هذا القطاع يكونوا يعني يبقوا على نفس الاتجاه الإيجابي اللي كانوا فيه. المسألة الثانية هي المسألة القانونية والإدارية اللي دائما كنناضلوا من أجلها من أجل تغيير واحد المجموعة ديال النقاط اللي هي قانونية أكل الدهر عليها وشارب، وأصبح من الواجب يعني إيجاد هيكلة جديدة وإطار قانوني موحد لكي يشتغل به أصحاب وكالات كراء السيارات بطريقة شمولية وترجح يعني كفة رابح ما بين أصحاب وكالة كراء السيارات والزبائن ديالهم. مني كنقولوا الزبائن يعني الحماية سواء من للزبون أو لا لأصحاب الوكالات اللي كيعانيوا مؤخرا بدأوا كيعانيوا من واحد الإرهاصات ديال سرقات الممتلكات ديالهم، وكان لقاءات مع المديرية العامة للأمن الوطني مشكورة لأن دخلات وعطات تعليمات على أساس الاستماع والإنصات لشكاوى أصحاب وكالات كراء السيارات وأخذها على محمل الجد، لأنها في الحقيقة هي نقطة من النقاط الكثيرة التي ستؤدي إلى إفلاس هذه الوكالات. وحاليا كاين معاناة أخرى مع التأمين الذي يزداد أو لا يزيد الطين بلة، كل سنة هناك يعني أرق كبير ومعاناة في إيجاد حلول مع التأمين لتأمين سيارات هاد أصحاب الوكالات اللي دائما الأتمينة ديالها أصبحت أتمينة خيالية، زائد أن القروض وحتى يعني لي ميزون دو كريدي للشركات المتدخلة التي كنا نتمنى أن تكون متضامنة معنا وأجلت لنا واحد، كان هناك تأجيل ديال سداد القروض، ولكن نفاجأ أن هناك قيمة أكبر من المعتاد، زيادات خيالية لا يمكن أن تصدق ولا يمكن أن يتحملها صاحب الوكالة مع العبء الضريبي الذي يعانيه دائما. زد على ذلك أن هناك كاين تخبط في المسار العام ديال الوكالات، يجب إصلاح هذا القطاع إصلاح جذري قانوني هيكلي. وهناك إشارة أخرى، نقطة اللي هي مهمة أصبحت تتقاطر على أصحاب وكالة كراء السيارات، هي الأحكام الغيابية التي ليس لنا فيها يد، أحكام غيابية تصل الوكالات تهددهم
يعني تهديد شخصي في ممتلكاتهم وفي يعني محاولة مصادرة يعني سياراتهم. الأحكام الغيابية كتجي من بعد واحد تجاوز واحد السرعة معينة قانونا، وكيتم إصدارها أطرافير هذه المؤسسة اللي هي وصية علينا. مني كتديباسي واحد السرعة معينة بالرادار الثابت، كاين سرعة اللي كتكون معقولة ترسل إلى صاحب الوكالة ويدلي بالوثائق الرسمية لشركته كي يتم مراسلة المعني بالأمر أو السائق أو الزبون، هو اللي كيأدي الغرامة ديال الإفراط في السرعة. وكاين سرعات اللي كتكون أكثر من 50 كيلومتر في الساعة فوق السرعة المسموح بها، هذه كتصدر فيها أحكام غيابية دون تبليغ أصحاب الوكالات، دون إشعار مسبق حول الحكم الذي يصدر غيابيا عبر قضاء الكرسي لدى المحاكم المغربية، وعدم تخويل أصحاب الوكالات الدفاع عن أنفسهم بطرق مشروعة، ويعني يطالبون دائما بأداء الغرامة أولا، لأنه كتصدر أحكام غيابية يجب التنفيذ ديالها. نطالب بالتنفيذ ولا يسمح لنا بالترافع لإثبات أولا هوية الزبون المرتكب للمخالفة، ولإثبات أننا خدماتيين نمارس مهنة كلاء السيارات، لسنا مسؤولين عن تجاوز السرعات المسموح بها عبر الطرقات المغربية. التضامن واللي بغيناه يكون اللي بغيناه يكون.